السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشرقية نيوز أحييكم، ويسرني أن أقدم لكم أبرز ملفات وأحداث الأيام السبعة الماضية. أبدأها كالمعتاد من العناوين. قوات أمريكية خاصة ستنتشر في العراق قرب المدن الخاضعة لسيطرة داعش، يقول كارتر، وتضارب المواقف حول إنشاء تحالف عسكري إسلامي. حادثة اختطاف الصيادين القطريين من بادية السماوة وتصاعد الاغتيالات في البصرة تطرح تساؤلات عن أمن المدن الجنوبية. هجمات هي الأعنف من قبل تنظيم داعش على البيشمركة قرب الموصل، والقوات المشتركة تدخل مناطق في جنوب شرقي الرمادي. تفاصيل، أكد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن قوات أمريكية خاصة ستنتشر في مناطق قريبة من المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق، بعد أن وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على نشر هذه القوات لتنفيذ عمليات ضد التنظيم. كارتر أضاف في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن العبادي لم يستبعد استخدام طائرات الأباتشي الهجومية في عمليات عسكرية مستقبلية، لكنه لم يتقدم بأي طلبات محددة لها علاقة باستخدام هذه الطائرات، سيما وأن قائد قوات التحالف الدولي في العراق الجنرال سين ماكرفلاند لم يرى ضرورة باستخدام الأباتشي في المعركة الدائرة لاستعادة السيطرة على الرمادي. في هذه الأثناء نقلت نيويورك تايمز عن مصادر أمريكية قولها أن قسما من مهام القوات الخاصة التي قوامها نحو 200 عنصر هو تنفيذ عمليات قرب الحدود العراقية مع سوريا ضد تنظيم داعش. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة العراقية تفاجأت بإعلان التحالف الإسلامي العسكري بقيادة السعودية ولم تتم استشارتها أصلا في تشكيل هذا التحالف. العبادي أكد في حديث صحفي أن هناك خطأ جوهريا يتمثل بإعلام الحكومة العراقية بتشكيل هذا التحالف بعد إعلانه، خاصة وأن العراق دولة تحارب داعش على الأرض، متسائلا كيف ينشأ تحالف ضد الإرهاب ويستثنى منه العراق ولا يتم التعامل مع سوريا. واستبعد العبادي أن يكون الجيش المكون من هذا التحالف حقيقيا، وقال إنه سيكون جيشا على الورق فقط، وإن الاتصالات التي أجرتها الحكومة العراقية بعدد من الدول بينت عدم استعدادها لمساهمة قوات عسكرية في هذا التحالف. إلى ذلك، قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إن التحالف الإسلامي العسكري يستهدف الحشد الشعبي لوقف تقدمه في العراق وسوريا. المهندس شن خلال مؤتمر صحفي هجوما جديدا على السعودية، ووصفها بأنها قاعدة الإرهاب والفكر التكفيري في المنطقة. هذا التحالف هو يستهدفنا بالأساس. داعش الآن على أبواب السقوط، وتداعت هذه القوة وخصوصا السعودية. السعودية هي قاعدة الإرهاب. الفكر الداعشي هو فكر سعودي بامتياز، تم رعايته منذ عشرات السنين، منذ عقود، واضح. من 1979 عقد مؤتمر في القاهرة، وكان التمويل وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت عن تشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادتها وبمشاركة 34 دولة أخرى. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن نايف بن سلمان إن التحالف العسكري الإسلامي سيستهدف أي منظمة إرهابية وليس تنظيم داعش فقط، وأضاف إنه سيتم أيضا في مدينة الرياض تأسيس مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود. إعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية لتشكل أغلبية العالم الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وهذا يأتي من حرص العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء الذي ضر منه العالم الإسلامي أولا قبل المجتمع الدولي ككل. فسوف تنشأ غرفة عمليات في الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الإرهاب في جميع أقطار وأنحاء العالم الإسلامي. يأتي هذا الإعلام من حرص العالم الإسلامي على محاربة هذا الداء، ويكلك يكون شريك للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء. ولمناقشة هذا الموضوع تحديدا وموضوعات أخرى تتعلق بمحاربة الإرهاب في العراق وتنظيم داعش، يسرني أن ينضم معي في الاستوديو هنا الدكتور نزار السامرائي، الكاتب والباحث في الشأن السياسي. سيد نزار، قبل الخوض في
يعني الحديث عن التحالف العسكري الإسلامي، كيف تنظر ردود الفعل العراقية أولا على هذا التحالف تحديدا، لا سيما تضارب المواقف بين المؤيد والمعارض بين الكتل السياسية؟ تحية لك ولمشاهدي قناة الشرقية نيوز. يا سيدي، أولا الحكومة العراقية الحالية لا يستطيع أي مراقب مهما كان دقيقا في تلمس موقف واحد فيه انسجام بين الكتل السياسية المتناحرة. هنالك وجهات نظر ليست متناقضة فقط وإنما متصادمة في كل الملفات التي تتصدى لها هذه الحكومة. لم نجد موقفا واحدا يشبه الآخر بشأن قضية ما، سواء كان على الصعيد العربي أو الإقليمي أو الدولي. ما حصل بشأن تأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب هو انعكاس لوجهات النظر المتباينة. على سبيل المثال، التحالف الوطني، التحالف الشيعي، يرى في هذا التحالف الإسلامي أو الحلف الإسلامي المضاد للإرهاب بمثابة استحضارات مبكرة لمواجهة القوى الإرهابية وليس تنظيم الدولة الإسلامية فقط أو القاعدة، كما كان قد أعلن في حينه، لأن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية قال بالحرف الواحد هذا التحالف ليس موجه فقط ضد داعش وإنما ضد كل القوى الإرهابية. طيب، وما الضير في هذا العنوان؟ هذا العنوان يشير إلى أن من سيدخل في لائحة القوى الإرهابية، وما تصر عليه دول مجلس التعاون الخليجي وكثير من القوى التي تجد في الخطر الإيراني خطرا كبيرا عليها، تجد أن ضم حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية في العراق كحزب الله وبدر وعصابها للحق وغيرها من القوى المنضمة تحت لواء الحشد الشعبي، وربما حتى حزب العمال الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني أيضا، لأن تركيا حرصها شديد على إضافة حزب العمال الكردستاني. هذا لكل دولة عدو ولكل دولة أصدقاء. أنا في تقديري أن هذا الحلف سوف لا يكون حبرا على ورق، وإنما ستستخدم المملكة العربية السعودية أولا إنجازاتها في اليمن وما اكتسبته من خبرة في قيادة العمليات ومن خبرة سياسية في إدارة العملية السياسية المصاحبة لعاصفة الحزم وما أعقبها، أظن أنها ستوظفها في التهيئة لتحويل هذا الأمر أو هذا الحلف من بنود على الورق وفي المنتديات إلى واقع عملي. يبدأ أولا في تأسيس مركز شبيه بالمركز الذي قيل بأنه تأسس في بغداد لحلف رباعي روسي إيراني عراقي سوري. أنا يمكن أن أسجل ما يلي. أولا، هنالك تناقض حينما يقلل من شأن هذا الحلف من قبل حيدر العبادي ويقول هو حلف ورقي، ولكن هنالك قوى داخل التحالف الشيعي تعتبره خطرا على الحشد الشعبي. ولكن يا دكتور نزار، ايضا هناك قوى سنيه، يعني اطراف في الكتل السنيه ايضا ابدت اعتراضها على يعني بعض تفاصيل هذا التحالف العسكري الاسلامي، ومنها ان العراق لم يدعى يعني منذ اعلان هذا التحالف وابلغ بعد تشكيله. هذا الامر له تفسيران. التفسير الاول ان هؤلاء أو من تحدث من المكون السني عن هذا الملف هو محرج ومحشور في زاوية حرجة ويحاول أن يسترضي التحالف الشيعي كي يقول بأنني انسجمت مع أطروحة التحالف الشيعي في إعطاء ملاحظات سلبية على هذا التحالف. هذا أولا. الشيء الثاني، أن الحديث عن هذا التحالف يمكن أن يكون قد فاجأ الجميع وجعلهم لا يستطيعون متابعة كل خطواته بحيث تكون لهم قراءة سليمة لما حصل وسيحصل لهذا التحالف مستقبلا. لذلك لا أظن أن الأمر يتعدى هذين التفسيرين فقط، وأظن أن من تحدث من السنة بشكل علني كان مغلوبا على أمره وكان يجامل أكثر مما يتحدث بقناعاته الخاصة. طيب، بغض النظر عن هذه الآراء سواء كانت السنية أم الشيعية، لماذا لم يدع العراق وهو المعني
تحديدا بمحاربة الإرهاب؟ لا نقول العراق وسوريا، نقول العراق فقط. لماذا؟ على اعتبار أن حكومة لا مشكلة فيها، حكومة منتخبة انتخبها الشعب، هناك إشكالية انتقالية في سوريا، لماذا لم يدعى أو تدعى حكومة العراق التي يعترف بها على الأقل دول الجوار لهذا التحالف؟ هناك ملاحظات شديدة من قبل مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية على سياسات حكومة حيدر العبادي ومن قبل حكومة نور المالكي، أنها سياسة تنتهج خطا طائفيا إقصائيا تهميشيا للمكون السني، وأطلقت يد الميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران والتي تنسق مع الحكومة المنطقة الخضراء بشكل صريح ومباشر لخطواتها، وبالتالي تعتبر هذه القوة ضمن التفسير السعودي قوة إرهابية ينبغي أن تضم إلى قائمة تنظيم الدولة الإسلامية وحزب الله اللبناني وحزب الديمقراطي عمال الكردستاني. هذه القوى أظن أنها لا تصلح أن تكون طرفا في حوار من أجل تشكيل إرهاب هي مستهدفة فيه أيضا. طيب، ولكن هذه القوى التي تتحدث عنها اندمجت أصلا وأصبحت طرفا في محاربة داعش. ليس كل من يحارب الإرهاب هو ليس بإرهابي، وليس كل من يحارب الإرهاب هو قوى يمكن أن تكون سببا للتعاون معها. هنالك قوى إرهابية أيضا، تنظيم الدولة الإسلامية يحارب حزب الله، لماذا لا استدعيه إذن لمثل هذا المؤتمر؟ القوى المتصارعة مع بعضها البعض حتى وإن كانت تريد إزاحة كل طرف منها لا يعني ذلك أنها ليست إرهابية. حزب الله اللبناني حزب إرهابي، ومعروف أن أبو مهد المهندس على سبيل المثال رجل مطلوب من قبل مخابرات إقليمية في مطلوب في الكويت. طبعا حق الرد مكفول طبعا دكتور نزار لكل من يرد اسمه أو حتى أي منظمة ترد اسمها في هذا الحوار. من وجهة نظر استراتيجية يعني لهذه التحالفات، كيف تنظر إلى الحشود، حشود التحالفات العسكرية في المنطقة، تحالف رباعي وتحالف دولي والآن تحالف عسكري إسلامي، المنطقة كأنما هي يعني بارود ممكن أن ينفجر في أي لحظة. الآن العالم يخوض الحرب العالمية الثالثة بكل معنى الكلمة. العالم، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، تريد من يحارب نيابة عنها معاركها الخاصة. عندما وصلت إلى استنتاج بأن تنظيم الدولة الإسلامية أصبح على مقتربات العالم الغربي ويمكن أن يشكل خطرا على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تبحث عن قوى تحارب هذا التنظيم. هي تريد مرتزقة بكل معنى الكلمة، وعندما يطلب منها أن تزج بقواتها هنا وهناك للقيام بمعركة برية ضد هذا التنظيم تقول نحن لا نريد خسارة جندي واحد. حسنا، هل تريدون خسارة مواطنين عراقيين ومواطنين عرب يجيشون الجيوش من أجل القتال نيابة عنكم؟ الآن العالم يقف على أعتاب أو على مفترق طرق سيشكل مؤشر خط الانتقال نحو عالم جديد. أظن روسيا تحاول أن تناكف التحالف الغربي من خلال وقوفها ضد كل ما يطلبه الغرب سواء كان مشروعا أو غير مشروع. على سبيل المثال، خذ مثالا، عندما يتم الحديث عن أن القوات الروسية الموجودة الآن في سوريا تقوم بضرب أهداف ليست ملحقة أو ليست تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وإنما هي قوة معارضة معتدلة، ماذا تريد روسيا من وراء ذلك؟ تريد أن تقول بأن تنظيم الدولة الإسلامية أصبح قويا إلى الحد الذي لا نستطيع القضاء عليه، وبالتالي فإن التعاون مع نظام بشار الأسد هو الحل الوحيد، وبالتالي إطلاق يد بشار الأسد ونظام وقوات المسلحة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية لا مندوحة عنه ولا يمكن أن نستغني عنه ولا يمكن أن نحقق النصر على تنظيم الدولة الإسلامية ما لم يكن بشار الأسد الدور الكبير في هذا الموضوع. طيب باختصار سيد نزار وسيؤسفي في السؤال الأخير، أين تقع تركيا من كل هذا؟ هل هي متورطة فعلا في يعني سيما أن هناك تحالف رباعي هي ليست ممثلة فيه، هي حليف لحزب حلف الناتو، وهي أيضا يعني على الحدود سوريا وروسيا وإيران، هل
تم توريطها فعلا في حادثة سقوط الطائرة الروسية، ما أنها تتحدث بمنطق العقلانية والقوة العظمى الموجودة أيضا في هذه المنطقة. السياسة التي اعتمدتها تركيا سابقا كانت سياسة تصفير المشاكل مع دول الجوار بما فيها روسيا، بما فيها العراق وسوريا وغيرها. مضت هذه السياسة في طريق أدى إلى تحقيق نجاحات اقتصادية لتركيا، ولكن الأحداث التي حصلت في سوريا في آذار عام 2011 وانطلاقة الثورة السورية التي تحولت فيما بعد إلى مسلحة جعل من غير الممكن على تركيا أن تسكت، وخاصة أنها تشاهد أن ما يجري في سوريا هو مجزرة بكل معنى الكلمة، مذبحة ضد الشعب السوري، وبالتالي قيامها الإسلامية دفعتها إلى التضامن مع هذا. هذا الأمر لم يعجب روسيا على الإطلاق. روسيا تريد بقاء الأسد لأنها متمسكة به من أجل قاعدة طرطوس البحرية ومن أجل توسيع قاعدة حميميم في اللاذقية، وتريد تحويلها كما هي في الوقت الحاضر وربما أكثر من ذلك بوصول قواعد صواريخ وطائرات متطورة وقاعدة فيها عدد كبير من الجنود. إذن تركيا في الوقت الحاضر عندما وجدت أن روسيا استخفت بها وكانت ترسل بطائراتها، واحتجت تركيا عدة مرات على الخرق الروسي للأجواء التركية، وجدت أنها إن لم تفعل شيئا فإن أجواءها بل أراضيها ستستباح من قبل الروس. لذلك اضطرت للتصدي لهذه الطائرة وأسقطتها. ربما تكون أمريكا على علم بذلك، ولربما أعطت موافقة على هذه الخطوة بحكم أن الولايات المتحدة الأمريكية كقائدة لحلف شمال الأطلسي لا تريد توريط الحلف بخطوة إلى جانب تركيا ما لم تكن مطلعة على تفاصيلها الأولى. محسوبة يعني. محسوبة. عموما أنا أشكرك الشكر الجزيل الدكتور نزار السامرائي الكاتب والباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا محورنا الثاني سيتحدث عن أمن المنطقة الجنوبية، ولكن نستعرض بعض التفاصيل التي حدثت خلال الأيام السبعة الماضية، حيث كشف وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان عن وجود عدد من الشيوخ بين الصيادين القطريين الذين اختطفوا في بادية السماوة جنوبي العراق، وأن القوة التي اختطفتهم لا تزال مجهولة. الغبان قال لشبكة CNN الأمريكية أن الداخلية العراقية منحت القطريين سمات دخول لممارسة الصيد في صحراء السماوة، على أن ترافقهم قوة أمنية من جهاز المخابرات لتأمين حمايتهم، إلا أن أحد الشيوخ القطريين لم يلتزم بالتعليمات وذهب برفقة الصيادين الآخرين إلى منطقة غير مؤمنة، وهو ما سهل عملية اختطافهم. 9/9/2014 حرصت على أن تكون تفتح صفحة جديدة بعلاقات متوازنة وطيبة مع كل دول الجوار بما فيها قطر، اللي هي تدرون يعني الاتهامات المشار إليها في قضية موضوع على كل ما يجري في العراق، وبالتالي جزء من هذه الصفحة الجديدة والعلاقات الطيبة هو السماح لبعض القطريين اللي هم يعني تعودوا أن يأتوا إلى العراق منذ سنوات طويلة، كل عام يأتون من أجل أن يكون يتمتعوا بالبادية وأجواء البادية وممارسة هواية الصيد اللي هم يحبوها جداً. بالتالي رغم انه احنا في هذا العام احنا في تدرون في ظروف استثنائيه، موضوع معارك مع داعش ووضع كل قواتنا الامنيه منشغله في هذا المجال، منحنا سمات الدخول وحتى وفرنا يعني ان تكون ترافق هذه المجاميع اللي تمارس هذه الهوايه في الباديه، ان تكون هناك قوه امنيه معهم من جهاز المخابرات. فبالتالي هذه القوة أيضا أعطت تعليمات وتوجيهات عندما يعني يذهبون إلى الصحراء. للأسف أحد الشيوخ ومعه عدد من القطريين لم يلتزموا بهذه التعليمات، وبالتالي ذهبوا إلى مناطق حقيقة هي غير مؤمنة في هذه الظروف اللي احنا نتحدث عنها، الظروف اللي مر بها العراق، وبالتالي اللي صار أنه تعرضوا إلى يعني فقدوا في هذا المكان من مهاجمة مجموعة لا زال احنا ما نعرف الجهة اللي قامت بهذا العمل، واختطفت عدد 26 من الجنسية يعني حملة الجنسية القطرية فيهم من الشيوخ، وتم يعني لم يتعرفوا على الآخرين، عددهم 9 كان، احنا الآن نقلناهم دولي غادروا العراق مع أكثر من 20 من الخدمة مع عجلاتهم مع أشياءهم الأخرى.
إلى ذلك كشفت مصادر لشرقي نيوز بأن 9 من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر هم من بين الصيادين المختطفين في بادية السماء وجنوبي العراق. المصادر قالت شريطة عدم كشف نفسها أنها حصلت على قائمة بأسماء الشيوخ القطريين 9 من بين الصيادين الذين اختطفوا من قبل جهة لم يتسنى تحديد هويتها بعد، وهم كل من الشيخ خالد بن أحمد محمد الثاني والشيخ نايف بن عيد محمد الثاني، الشيخ عبد الرحمن عبد بن جاسم عبد العزيز جاسم الثاني، والشيخ جاسم بن فهد محمد الثاني، والشيخ خالد بن جاسم فهد محمد الثاني، والشيخ محمد بن خالد أحمد محمد الثاني، الشيخ فهد بن عيد محمد الثاني الثاني، الشيخ عبد العزيز بن محمد بن أحمد الثاني، والشيخ جبر بن أحمد الثاني. وقالت مصادر الشرقية نيوز قبل قليل إن المختطفين كان بحوزتهم أكثر من 20 صقرا من النوع النادر و20 سيارة دفع رباعي مجهزة بأحدث وسائل الاتصال، فضلا عن أجهزة لتحديد المواقع عبر الجي بي اس وعدد من الأسلحة النارية والمسدسات الشخصية. ونشرت وسائل إعلام صورا قالت إنها للصيادين 9 الذين كانوا ضمن الفريق القطري ثم وصلوا إلى الحدود العراقية الكويتية بعد حادثة الاختطاف، وهم كويتي و6 قطريين وسعوديان 2 وصلوا برا بسيارتهم عن طريق منفذ العبدلي. وذكرت الصحافة الكويتية أن الأشخاص الذين وصلوا من العراق إلى منفذ العبدلي هم الكويتي صالح محمد راشد محمد المري، والقطريون محمد حسين محمد الكبيسي وحارب حسين محمد الكبيسي وسعود حسين محمد حارب الكبيسي وراشد عبيد صالح العذبة المري وعلي ناصر محمد البريدي المري وهادي عبد الله محمد البريدي المري. أما السعوديان فهما محمد سعيد بريك المري وبطيحان سعيد سالم المري. ونقلت مصادر صحفية عن الناجي الكويتي قوله إن المخطوفين عرضوا مبالغ على الماء من المال على الخاطفين لإطلاق سراحهم، إلا أن الخاطفين رفضوا وأشعلوا النار في الحقيبة التي كانت تضم المال، غير أن مصادر أخرى ذكرت أن إحراق الحقيبة تم بعد إفراغها من المال. وتقول المصادر بحسب شهادات رواها أحد الناجين إن ميليشيا عراقية داهمت مخيم حمل القنص القطرية في بر بصية في 2 فجرا واختطفت من كان في المخيم وعددهم 32 شخصا بينهم صقاريون وعمال وطباخون ومساعدون في الحملة، ثم تم نقلهم لجهة غير معلومة. أما البقية فكانوا في رحلة قنص ليلية وأفلتوا من قبضة الميليشيات. وتقول المصادر إنه بناء على أوامر عليا من قطر رفض المفرج عنهم القطريون تلبية دعوات عشاء عرضها أصدقاء لهم وأقارب في الكويت تعبيرا عن الفرح بالإفراج عنهم وإكراما لهم، وكانت الأوامر القطرية صارمة وهي من منفذ العبدلي إلى المطار مباشرة. هذا وقال مراسل الشرقية نيوز أن قوات أمنية خاصة من بغداد اعتقلت شخصين من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بتهمة التواطؤ أو الاشتراك في اختطاف الصيادين القطريين، وإن أحدهما اعتقل صباح الخميس، ثم عادت القوة الأمنية لتعتقل الشخص الثاني بعد معلومات أدلى بها المعتقل الأول. وأكد المراسل أنه يتعذر الكشف عن اسمي هذين الشخصين والجهة التي يرتبطان بها بناء على طلب المصدر الأمني الذي أفاد بهذه المعلومات. في شأن منفصل، تصاعدت خلال الأيام السبعة الماضية عمليات اغتيال من قبل مسلحين مجهولين في مناطق مختلفة من محافظة البصرة جنوبي العراق، أسفرت حتى ظهر الخميس عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 6 بجروح. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات تستقل سيارات دفع رباعي اغتالت صباح الخميس صلاح سباعي وهو صاحب مكتب للحج والعمرة في البصرة. وبعد نحو ساعتين من الحادث قتل طفل وأصيب آخر بجروح بإطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون سيارة نوع بيك أب في منطقة الهارثة الشمالية البصرة. وتقول المصادر إن هناك مخاوف في مناطق محددة من البصرة بعد ارتفاع حصيلة الاغتيالات إلى 5 أشخاص خلال يومين فقط. للحديث عن هذا الموضوع الذي وضعناه تحت جملة أمن الجنوب إلى أين، يسرني أن ينضم معي هنا في الاستوديو الصحفي والإعلامي مقداد الحميدان. مرحبا بك سيد مقداد. مرحبا بك. بداية نتحدث عن حادثة اختطاف الصيادين القطريين في بادية السماء، وهي ليست بعيدة عن محافظة البصرة الذي أنت تعرف خفاياها جيدا، أنت صحفي من البصرة. وهذه حوادث الاغتيال التي
تعاود بين فترة وأخرى إلى مناطق محددة من البصرة، كيف يمكن ربط كل ما يجري في المدن الجنوبية؟ هل هو أمن مزيف أم أن هناك إجراءات ربما لا تقوى عليها الحكومات المحلية؟ بداية مرحبا بك، تحية لكم مشاهديك. حياك الله. لا يمكن أن نربط قضية اختطاف الصيادين القطريين مع موضوع أمن المنطقة الجنوبية، لأن أعتقد قضية الصيادين القطريين هي قضية سياسية، وكما تحدثت أنت أنهم حتى رفض الخاطفون أخذ مبلغ من المال لإطلاق سراحهم، وهم تم يعني المعلومات التي وردتني شخصيا أنهم تم اختطافهم من منطقة الحنية اللي هي تابعة لناحية بصية في البادية الجنوبية في السماوة، لكن يتحمل المسؤولية بداية هو السيد وزير الداخلية محمد سالم الغبان، لأن السيد محمد سالم الغبان هو من أعطاهم سمة الدخول، وأعتقد هم متابعون منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، هم دخلوا عن طريق منفذ سفان الحدود، وأعتقد اليوم الكل يعرف أنهم دخلوا عن طريق منفذ سفان الحدودي. لكن المعلومات التي وردت أيضا من داخل يعني مجموعة الصيادين القطريين، المعلومات الشخصية، أن هؤلاء هم فعلا كما ذكر السيد وزير الداخلية هم خرجوا خارج المناطق المحددة لهم أو التي حددتها وزارة الخارجية وزارة الداخلية. هناك ثلاث وفود خليجية، سعوديين وكويتيين وقطريين، ثلاث وفود خليجية دخلت عبر منفذ صفوان الحدودي إلى بادية السماوة البادية الجنوبية، ليس كما ذكر في صحراء النجف، هذا أعتقد المعلومة غير صحيحة، هم في البادية الجنوبية في السماوة. فثلاث وفود، هناك سعوديين هناك كويتيين، لم يتم اختطافهم لأنهم كانوا ضمن حدود التي منطقة الصيد، نعم منطقة الصيد التي حددت لهم. اليوم الذين قاموا باختطاف هؤلاء أعتقد هم لديهم قضية سياسية، والكل اليوم يعرف نطاق الحرب الإعلامية بين قطر وبين الحكومة العراقية، فأعتقد هذه لها أبعاد سياسية قضية اختطاف الصيادين القطريين، ولربما يفرج عنهم بطريق وساطات مقابل أمور أخرى، هذه أعتقد ربما الأيام القادمة ستنبع عن هذا. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، هل من المنطقي أن يدخل صيادون من دول مختلفة جارة للعراق وتربطهم علاقات ومصالح ويحملون أسلحة شخصية ولا ترافقهم قوة أمنية، لا سيما أنهم أخذوا الإذن بالدخول من وزارة الداخلية العراقية؟ كيف عرفت الجهة الخاطفة أن هؤلاء تجاوزوا منطقة الصيد ولا تعرف الجهات الأمنية أنهم يعني غير محميين وغير مؤمنين أمنيا؟ لا أعتقد بما أن لديهم موافقة من السيد وزير الداخلية فأعتقد هم معهم حماية من الشرطة، لكن هؤلاء تحديدا خرجوا خارج منطقة الصيد، لكن المتواجدين داخل منطقة الصيد أو المناطق التي حددت لهم من قبل الوزارة فأعتقد معهم حماية من القوات الأمنية ومن الشرطة. لكن الموضوع ليس هذا، الموضوع أنهم باعتقادي أن هؤلاء متابعون منذ أن دخلوا من منفذ صفوان الحدودي إلى أن وصلوا، وكيف عرف الخاطفون أنهم خارج حدود منطقة الصيد؟ إذن هم متابعون، هذا شيء. ثانيا السيارات التي قامت باختطافها أعتقد هي سيارات دفع رباعي، والتي يملكها اليوم أغلب العصابات الميليشياوية أو أغلب المتواجدين اليوم الميليشياويين المتواجدين في السلطة، فهذا شيء طبيعي. الموضوع سياسي وهناك أبعاد سياسية، والأيام القادمة أنا لا أريد أن أتحدث في أمور ربما هي خاصة، لكن الأيام القادمة ستنبع عن أمور. طيب نتحدث عن البصرة، وأنت يعني صحفي من البصرة، لماذا هذه الاغتيالات التي تعاود بين فترة وأخرى، لا سيما أن يعني أمن المناطق الجنوبية عموما مستقرة بعض الشيء، خصوصا محافظة البصرة التي يعني هي من المحافظات الغنية والتي تهتم يعني تصدير النفط، ويعني هي رئة العراق الاقتصادية. اليوم الوضع ليس في البصرة، يعني احنا اذا شاهدنا في بداية او في منتصف الاسبوع ايضا في الديوانية كان هناك استهداف لمنزل عضو مجلس المحافظة الخزاعي، لا اذكر اسمه لكن الخزاعي، كان هناك في الناصرية ايضا اعتقالات وايضا حملات اغتيالات اعتقد شخص او شخصين في الناصرية، كان هناك في البصرة التي هي شهدت اعنف موجة اغتيالات. البعض يفسر، ليس انا لكن البعض يفسر ان هناك عناصر كانت يعني ضمن البوتقة الحكومية نقول، ومن ثم قطع عنها الراتب فالتجأت إلى التسليب وهي عندها سلاح وإلى القتل. هناك من يقول أنه هو فعلا عبث بأمن البصرة، والأمر الآخر الأمر المهم الذي لم تضع له لا القيادات الأمنية ولا المحافظة
حد هو الخلافات العشائرية. فهناك الاستهداف الذي صار في البصرة خلال هذا الأسبوع، قسم كان منه استهداف عشائري، خلافات عشائرية، قسم منه كان إلى يوم الجمعة بخصوص الخلافات العشائرية، إلى يوم الجمعة كان هناك معركتين دامية بين في منطقة الهارثة شمال البصرة بين عشائر البطاط والحمادنة، وأيضا في القرمة أيضا بين عشائر القرامشة والحلاف، وهاونات وصواريخ وقاذفات وكاتيوشة والناس مو قادرة تنام. يعني هي لا تدخل ضمن إطار الاستهدافات السياسية، هي إطار جرائم مسلحة فقط. أنا الآن أحدد لك إياها. فهذه خلافات عشائرية. الأمر الآخر كان قضية تسليب وخطف، وهو ما تم أي ما حصل أيضا في البصرة، في وسط البصرة، في الجمعيات، ما حدث في شارع الكندي، ما حدث أيضا يوم الجمعة ليلا كان أيضا هناك استهداف لمحل صرافة، مقتل شخص وإصابة آخر وسرقة المال الذي كان بحوزتهم أيضا في وسط البصرة. أيضا كان هناك استهداف وهو استهداف كان طائفي أيضا، هذا الاستهداف كان الذي استهدف صلاح السبيعي صاحب حملة الحج والعمرة، هذا كان استهداف طائفي. إذن تنوعت الجرائم ونوعية الاستهداف، لكن كل الغرض من الاستهداف هو العبث بأمن البصرة. المستفيد من هذا الموضوع هم من لديهم أجندات في البصرة أيضا لتهريب النفط، تكون ضوضاء في البصرة. البصرة لا اليوم الشارع البصري إذا تذهب إلى البصرة يقول لك اليوم من لديه سيارة لا يستطيع أن يخرج، يخاف على نفسه يقتل. يعني ممكن يسلبون سيارتك، ممكن، لكن أنت يسلبون سيارتك ويقتلوك. هذا الشيء. لكن اليوم القوات الأمنية أنت تريد أن تخدم. أنا داهم للوقت، لكن باختصار اليوم هذا ينبع عن فشل في القيادة الأمنية منذ أن استلم السيد فيصل العبادي، اللي ملته يوم رايح للحج ويوم رايح للزيارة ويوم ما أعرف وين رايح، والبصرة أمنها تحت الصفر. اليوم الشارع البصري يقول احنا كأنما احنا مو في البصرة، كأنما احنا في بيجي، ممكن بيجي أهدأ من البصرة اليوم. نعم. على الوضع الأمني اللي هو تحت الصفر. اليوم أيضا السيد المحافظ ماجد النصراوي منذ أن استلمه والفشل، فشل الأمن والاقتصادي والخدمي وكل الفشل في البصرة، ويمسك اليوم السيد ماجد النصراوي. نعم. اثنين ممكن هم لا نعرف جزيلا. أين. نعم. إيش توجهاتهم، لكن يتهمهم أو أجهزة أمنية في حالة سكر وإلى آخره. إذن اليوم أكو ميليشيات تعبث بالبصرة وأكو أجندات خارجية لها اليد الطولة في العبث. أشكرك الشكر الجزيل للصحفي والإعلامي من البصرة مقداد الحميد. شكرا جزيلا لك. نستكمل ملفاتنا مشاهدينا الكرام، حيث شن تنظيم داعش هجوما هو الأعنف منذ 5 أشهر على مناطق خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة جنوب شرقي الموصل، حسب ما أكد مسؤولون أمريكيون. وقال المسؤولون العسكريون أن التنظيم هاجم قرية روالة جنوب شرقي الموصل مستخدما الأسلحة المتوسطة والشاحنات المفخخة والصواريخ، ما أسفر عن إصابة 5 من قوات البيشمركة ومقتل 40 عنصرا من التنظيم. أضافت المصادر أن البيشمركة صدت الهجوم الذي طال أيضا ناحية بعشيقة وفرضت سيطرتها على المنطقة تحت غطاء جوي من التحالف الدولي. إلى ذلك نقلت صحيفة واشنطن بوست عن الجنرال مارك أودوم، وهو أكبر مسؤول عسكري أمريكي في العراق، قوله أن الهجوم يعد الأعنف للتنظيم منذ الصيف الماضي، وأنه قد يكون محاولة لعرقلة الخطط الرامية لاستعادة مدينة المفصل. بهذا نكون قدمنا لكم أبرز ملفات وأحداث الأيام السبعة الماضية. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل البرنامج، وأشكر ضيوفي في هذه الحلقة. إلى اللقاء. We'll be right back.